هذا النمره بعد هذه التليفون شحال النمره؟ 06 ماشي هاك شد عندك هذا الميكرو هذا بسم الله هاك لا صافي قرب وحدك شويه شحال النمره ديالك؟ 06 ايه 62 ايه 87 ايه 41 34 41 34 نعم 06 62 87 41 34 في الاخر منين بلاصه قلتي لي ببرايم انت منين تانوت كتمشي دابا كتجي غير في العواشر كنجي عا في العواشر ديك 15 يوم الاخر ديال رمضان عاد كنجي باش يتعاونوا معايا الناس والمحسنين داك بحال ما هاد الوقيته كان وقع هذاك العام سرقوني سرقوا لي الفلوس كنت جيت لهنا باش ندوز ليله 27 في هذا الجامع الهدى ياك ايه وتحماو عليا شي عيالات وفاش لازم يجبدوا لي هذاك الساك الساك انا حيت ما كنشوفش وهربوا هربوا هربوا الله الله ونتمنوا من الاخوان من الله نتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يتبارطاجا هذا الفيديو هذا نشوفوه اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي نتواصلوا مع با ابراهيم اللي من منطقه ايمين تانو من ايمين تانو بالضبط واللي كيف ما كتشاهدوا معنا مسكين هو راه بصير ما كيشوفش يعني عنده واحد شويك ديال الشوف نتمنوا من الله ان هذا الفيديو هذا يتبارطاجا احسن من شي حاجه خاويه يعني نقدروا نفرحوا عائله باسره من با ابراهيم الله يرحمه الوالدين الوليدات شحال ديال الوليدات عندك عندي جوج دراري جوج دراري نعم اسي جوج دراري جوج دراري جوج وليدات جوج دراري والزوجه هي ياسي عندك الوالدين في البلاد ابراهيم ولا ولكن ما قيم الحي ولكن ما ساكنش معاهم ما ساكنش معاهم لا هما ساكنين بوحدهم انا حيت مفروقين هذا وفين فين كتسكن في الاصل كاع فين كتسكن؟ انا في مين تانوت بالضبط لا زعما كتبقى ديما تما ولا كتجي هنا لكازا؟ لا كنجي هنا بشي عواشر وصافي بشي عواشر الا كان شي مناسبه ديال شي عواشر صافي اذا غادي نبداو مباشر كيف ما قلنا متابعينا الكرام ونتمنى من الله انه يتبارطاجا نفرحوا هذه الاسره حنا كاينين في واحد الشهر ديال العباده شهر رمضان اللي كنحبوه واللي للاسف حنا كنشوفوا السرعه باش غادي شهر رمضان يعني البارح صلينا 27 تخيل هذاك النهار اللي كنا كنقولوا ها هو رمضان جاي ها هو رمضان داخل الناس كيوجدوا رمضان الاسعار با البطاطا مطيشه كل شيء هذا الشيء ها هو رمضان ها هو خرج حنا دابا مقبلين على عيد الفطر حنا اصلا هاد اللايف درناه على قبل عيد الفطر ان شاء الله العيد اللي كلشي كيفرح فيه العيد اللي كتكون عندنا فرحه العيد اللي الوليدات كيكونوا لابسين حوايجهم جداد كيدوروا معاهم والديهم وكتكون واحد الفرحه كتكون واحد الابتسامه في العائله فهاد الشيء علاش انا قلت انه هاد شهر رمضان الشهر الكريم انه شهر ديال العباده وشهر ديال الحسنه فماذا بينا انه كل واحد يكسي وليدات ديال واحد ولا اللي عنده توفر لي عنده تبارك الله الفلوس السلام عليكم شكرا خويا الله يحفظك سمح لي الناس اللي عندهم فلوس يعاونوا بعضياتهم يعاونوا الناس اللي ما عندهمش عفوا حنا كنشوفوا دابا با ابراهيم جوج ديال الوليدات ما عندوش اللي يكسي ليه ولاده دابا انت با ابراهيم جيتي من ايمين تاني جيت من ايمين تاني عاود لي القصه ديالك عاود لي جيت من ايمين تاني حيت كنجي في هذه المناسبه باش ندي المصروف للوليدات وهذا كنجلس ثاني حتى تبقى 15 يوم ثاني العيد الكبير كنجي باش ندي ثاني باش نشري العيد الكبير وهذا صافي دابا جيت كنطلب من المحسنين ومن الجمعيات من اي واحد بغى يتعاون معايا الله يرحم الوالدين نكسيها لوالداتي الله يرحم الوالدين الله يجزيكم بخير واخا ابراهيم منين كتعيش انت في الاصل منين شكون اللي كيعاونك في الفروب ديالك وفي المال بحال هكا منين كنجي لهنا كيتعاونوا معايا الناس وصافي حيت دابا الدراري كيقراو عندي تما ما نقدرش نبقى نجي ديما هنايا والسكنه تما وهنا راه غالي فيه الكرا وراك عارف كلشي انا كلشي غالي صراحة مازال البلاد شوية صراحة ولكن داير البلاد ما كاينش المدخول هذا هو المشكل اللي عندنا وما عندناش البديل وانت المشكل ديال عينك با ابراهيم ما كنشوفش انا درت واحد الحادثة في 97 ما بقيتش كنشوف من ديك الساعة لدابا ما بقيتش كنشوف الحادثة هي لا خلي عندكم با ابراهيم نعم زيدوها شوية درت الحادثة وداك الشيء واحد المحامي والمحامي ما دار معايا والو كلا داك الشيء صافي كيفاش ما دار معك والو؟ قيدنا تبعت في اسمي ديك لاسورانس تبعتها في الابتدائيات التحكمات وهادي تبعتها عطيتها لواحد المحامي ذاك المحامي ما دار معايا والو لدابا كيفاش زعما با ابراهيم ما دار معك والو من 97 من 97 دابا الوقت اللي كنمشي عنده منين كنمشي عنده كيعطيني شي ورقه وما كيعطينيش رقم ديال الدوسي ورقم ديال لاسورانس ما كيعطيهاش ليا فهذيك الورقه اللي كيعطيني ياك ومني كنقول له اودي الله يهديك فين المراه الدوسي وهذه كيقول له اودي راه شوف هاد لاسورانس هذا تفايط قلت له اودي عطيني ها السميه ديالها
ما كيبغيش لدابا حاليا دابا ياسر. ومشى ومشى لي البصر ديالي، البصر هو الحياه يعني، راه صافي اللي مشى الشوف راه مشى كلشي صافي، ما باش غنخدم باش شنو غندير. واخا كاين الوليدات وهادي الحمد لله، الدراري كنقريهم وهادي، وما بغيتهمش كاع يعرفوني في هاد الدومين هذا ديال التسول. ولا اله الا الله، ما عنديش البديل، ما عندي ما ندير، اش غندير اخويا دابا؟ انت راه بغيت نكسيهم، يلاه بغيت نجلس في البلاد، راه بغيتو كنجلس، ولكن شكون يعقل عليك تما؟ كعرف البلاد راه ما فيهش المدخول، علاش كنجي لهنايا ونكري باش نديك 15 يوم ولا 20 يوم نضربها هنا باش يلاه يلاه، واش نكافي ولا ما كاين؟ دابا نيت والله ما كسيت شي واحد فيهم دابا، لدابا باقي ما كسيت حتى واحد فيهم دابا. الدراري نيت عندي تما راه كيقول لك با شرا هذا شرا هذا الولاد وش هذا، وانا باقي ما كسيتهم لدابا، اش غندير لهم؟ كنطلب من الله ومن المحسنين اللي بغى يتعاون معايا الله يرحمه، اي جمعيه يا محسن الله يجزيهم بخير، الله يرحم الوالدين، نكسي ولادي ويتعاونوا معايا، الله يرحم لكم الوالدين، اي واحد بغى يتعاون معايا الله يجزيه بخير. فانت لخصتي كاع داكشي اللي نقدر نقوله بو ابراهيم بهاد الجوج جملات الاخرين اللي قلتي، من البصر واللي بغى يتعاون معك، الله يجازيكم بخير، نتمنى من الله انكم تبارطاجيو هاد القصه هادي. 5 دقائق ما فيها بس اننا نسمعوها معاناه ديال واحد الشخص ونقدروا نفرحوه، وكيف ما قلنا كل واحد فينا يدير غير شويه 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 شويه، ان شاء الله حنا بغينا نشوفوا الفرحه في كل شيء. الايام والعمر كيجريو، الله يجازيكم بخير، الله يرحمكم. صعيب وصعيب وصعيب بزاف، كاين موت الفجأة، كاين بزاف ديال الامور، فالله يصلح احوالنا مع الله سبحانه وتعالى، ونتمنى من الله انه يكون التواصل مع ابو ابراهيم اللي النمره ديالو هي 0662 87 41 34. الله يرحم الوالدين، الله يجزيكم بخير، الله يحن لكم، الله يرحم الوالدين. انا كنطلب من المحسنين ومن اي جمعيه يا محسن بغات تعاون معايا الله يجزيه بخير، الله يرحم الوالدين، اما عندي باش نعيش هادشي باش كنعيش، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجزيكم بخير. اذا حتى لهنا غادي نختم هذا المباشر، الى اللقاء.